هاي السنة النسخة الثانية من معرض نقطة لقاء للكتب الفنية، وبنحتفل هاي السنة بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب، والتركيز هاي السنة على القصص المصورة والمجلات المصغرة. وكل المهتمين، الفكرة كانت أصلاً إنه كل المهتمين بالكتب الفنية يلاقوا الكتب موجودة في مكان واحد. نقطة لقاء أهميته في إنه مركز على الكتب الفنية، ودي حاجة مش موجودة كتير في المنطقة العربية أو في منطقتنا كمان، إن يكون في معرض مخصوص للكتب الفنية. It's a really good opportunity to meet with other publishers and writers. So this year Sharjah was given the award of the World Book Capital by UNESCO, and there is no chance happier for us to be here and celebrate this opportunity with them. I'm super glad because here I can meet a lot of people from great institutions and foundations all around the world. And well, it's very nice to be here.